مشاهدينا، وللحديث أكثر عن توجه إيران لسحب العراق باتجاه حلف روسي صيني إيراني في ظل التوجه الأمريكي لفرض نظام مصرفي جديد يمنع تهريب الدولار من العراق إلى إيران وتحويله لساحة صراع، معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ عبد القادر. لماذا تدفع إيران لربط العراق باتفاقيات مع روسيا والصين بشكل خاص؟ أي مصلحة للعراق في هذا الحلف الاقتصادي، ولماذا يسحب حول هذا الحلف؟ أن العراق لا يمتلك أي مصلحة، المصلحة هي مصلحة إيرانية، وبالتالي إيران تمارس ذلك لأنها ارتبطت بالمحور الروسي الصيني. وهنا حقيقة يعود لنا أن نذكر الحلف الرباعي الذي أنشئ في بغداد برعاية وتوجيه إيراني، جمع نظام بشار وبغداد، حكومة بغداد وروسيا وإيران، وبالتالي الآن تدخل إيران الصين إلى المنطقة من أجل طريق الحرير الذي وعدته الصين من خلال مد ميناء الخميني بميناء اللاذقية في سوريا، وبالتالي إنهاء ميناء الفاو فضلا عن طريق الحرير. لذلك حقيقة إيران حزمت أمرها، ولأن السلطات الحكومية والأحزاب السياسية هي التي تشرف على إنشائها، وبالتالي هي موالية لتيسير مصالح إيران داخل العراق، لذلك هم يلتجؤون إلى هذه القضية. وعلى هذا الأساس تم كشف الصين أنها تبادلت تجاريا في عام 2022 مع العراق بأكثر من 53 مليار دولار عن طريق البضائع التي صدرتها، وهذا لم يأتي بالفراغ لو لم تكن توجيهات إيرانية للسلطات الحكومية ولا سيما حكومة السوداني. والدليل الآخر على أن تهريب الدولار مستمر من قبل الأحزاب السلطة، مع أن هناك عقوبات دولية ومع أن هناك انهيارا للدينار العراقي وبالتالي تصاعد الأسعار على الشعب العراقي، لكنهم لا زالوا يهربون الدولار إلى إيران لأن السلطات في بغداد موالية للمصالح الإيرانية. نعم. ولذلك كشعب عراقي لا مصلحة له بالانضمام إلى هذا المحور. طيب، هنا في المقابل ماذا يعني الرفض الأمريكي بإعطاء تسهيلات لحكومة السوداني في بغداد في إطار النظام المصرفي الجديد؟ يعني إلى أي مدى يعتبر ما يجري ربما ينظر له أنه كعقاب سياسي لحكومة السوداني؟ من معلوم تماما أن الوفد الحكومي الذي ذهب إلى واشنطن قد فشل، لأنه مسؤول أو مدير البنك الفيدرالي الأمريكي شخصية المحامي جيروم، هذا يعني حقيقة فشلت معه جميع الشركات الأمريكية اللاعبة بالسياسة الأمريكية من أجل إقناعه في تخفيض الدولار، تخفيض الفائدة الذي رفعها. فهل يمكن لوفد فيه عدنان الزرفي والعلاق أن يقنعون هذا الشخص باستثناء حكومة السوداني لمدة 6 أشهر من أجل تهريب الدولار؟ ثم أن هذا الشخص أيضا أوقعهم بقضية وكمين عندما أرسل أرقام الدولار الخاصة فقط في العراق ووجدها تتداول في إيران، واضطر اليوم وزير الخارجية للاعتراف بأن هناك حقيقة مبالغ إيرانية تدفع عن طريق دول أخرى وتصل إلى إيران فضلا عن التهريب. لذلك لن يتم استثناء الحكومة السوداني، والمنصة التي ستشكل لمراقبة التحويلات المالية قد تم الاتفاق عليها في دولة جارة للعراق، وبالتالي حتى الثقة أن تكون هذه المنصة داخل العراق لا توجد ثقة بحكومة السوداني، لأن الواقع الميداني الموجود حقيقة يؤكد على أن الحكومة ماضية في عمليات غسيل الأموال وحماية الفاسدين وتهريب الدولار إلى إيران، بدليل على أنهم اتخذوا قرارا بأن يكون الدولار على 130 ألف مقابل 100 دولار، لكن إلى هذه اللحظة الدولار يصعد في العراق وينهار الدينار العراقي، لأن نعم. إيران أدخلت أموالا مزورة لشراء الدولار من الأراضي من العراق، وبالتالي يزداد انخفاض الدينار. لكن هنا من يمتلك القرار في العراق؟ ربما هذا جوابه معروف، لكن لماذا يرفض وزير الخارجية فؤاد حسين إعطاء ضمانات بعدم وصول الدولار إلى إيران رغم الخسائر الفادحة والانخفاض الكبير للدينار العراقي؟ لأن هؤلاء لا يمتلكون قرارا سياسيا، فضلا على أنهم تبعية واضحة إلى النظام الإيراني، بدليل على أنه أيضا هناك معلومة مهمة نكشفها عبر قناتكم الكريمة، أن الوفد الأمريكي
أو المحامي مدير البنك الفيدرالي الأمريكي أبلغهم أن القضية لا تتعلق بالدولار أيضا، تتعلق بإيقاف بيع النفط الإيراني على المنصة العراقية. نعم. هناك قضية مهمة تماما أن إيران تبيع نفطها باسم النفط العراقي وتأخذ الأموال، لذلك هؤلاء يعني طبيعة وجودهم بالسلطة بدعم إيراني من أجل تسيير المصالح الإيرانية على حساب المصالح العراقية، وبالتالي يريدون إدخال العراق أيضا ضمن صراعات دولية لا طائل للعراق فيها، ولا يمتلك اقتصادا واضحا يمكن أن يكون لاعبا رئيسيا فيه، لأن النزاع ما بين أمريكا والصين وبالاقتصاد وصل على أعلى المستويات، وبهؤلاء يريدون أن يجعلون الاقتصاد العراقي ساحة لمسرح هذه القضية، لأن العراق يعاني من ارتفاع ديون خارجية وداخلية مستحقة في عام 2023، فضلا على أن رواتب الموظفين ارتفعت من 41 مليار دولار إلى 62 مليار دولار، وبالتالي هناك عجز كبير ماليا لحكومة السوداني وحكومة الإطار التنسيقي، فلذلك هؤلاء لا يمنعون من إيران ولا يعطون ضمانات لأنهم موالين إلى النظام الإيراني ويسيرون مصالحه بشكل خاص. طيب، هنا أيضا في إجراءات البنك المركزي، هل كان العراق يحتاج بالفعل إلى مزاد العملة والأرقام الخيالية التي كانت تباع فيها؟ يعني موقع ميدل إيست آي البريطاني يقول أنه انخفاض مبيعات شهر كانون الثاني إلى 131 مليون دولار في اليوم الواحد بالمقارنة مع الأرقام في نفس الشهر من السنة الماضية التي كانت 227 مليون دولار في اليوم الواحد. أولا العراق لا يحتاج، لأن الدولار حقيقة الذي يباع هو لا يتداول بالأسواق العراقية، لأن العراقيين يتعاملون بالعملة المحلية، وبالتالي هم يستفادون فقط من خلال أن التجار يمكن أن، وهي قضية محدودة تماما، من عمليات شراء البضائع من خارج العراق بالعملة الدولار، وبالتالي هذه القضية تخضع إلى تحويلات رسمية وبشكل واضح تماما إلى التعاملات البنكية، لكن في العراق لا توجد هناك أي عمليات تحويل رسمي سوى بيع المزاد بالعملة، والمزاد يسيطر عليه أيضا مصارف أهلية تابعة لميليشيات مسلحة ولأحزاب موالية لإيران بشكل واضح تماما، وبالتالي هذا يؤكد على عدم الشفافية حتى في عمليات البيع، فلذلك عملية طرح كميات كبيرة من العملة وهو احتياطي البلد في المزاد، نعم، يؤكد على أن القضية قضية تخضع للفساد وتحويل الدولار وتهريبه إلى إيران ثم إلى روسيا، وقد كشفت كما أعلنت لكم الخارجية الصينية على أنها قد أخذت من العراق في عام 2022 أكثر من 53 مليار دولار، وهذه قضية تمثل صاعقة للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الحفاظ على الدولار. طيب أستاذ عبد القادر، يعني الرفض الأمريكي بإعطاء تسهيلات إلى حكومة السوداني كيف نفهمه؟ ومؤسسة هيريتج الأمريكية تؤكد أن واشنطن هي المسؤولة عن السماح لإيران بسرقة مليارات الدولارات من خزائن العراق وتمويل أنشطتها الإرهابية على مدى 20 سنة ماضية. من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أدخلت الإيرانيين إلى العراق، وهي ترى سيطرة الإيرانيين على الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي، وبالتالي هذه الإجراءات هي لديمومة بقاء النظام الإيراني لأنه يخدم مصالحهم، وبالتالي الآن وصلت المرحلة إلى صراع على القطبية الثنائية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على قيادة الاقتصاد في العالم، وتعلم هذا المخاض عسير لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك من هنا جاءت القضية على المحك لإيقاف هذا كذا تداعيات من خلال تهريب الدولار إلى إيران ثم إلى الصين، وبالتالي تشكيل وتقوية المحور المنافس للولايات المتحدة الأمريكية، وإلا فإن الأمريكان لم يريدوا تقليم أضعاف إيران لأنهم يؤذون الاقتصاد العراقي، لذلك حقيقة التسهيلات الموجودة هي تسهيلات لا قيمة لها، لأن القضية اتخذت باتجاه مراقبة الدولار، والآن وقعوا على إنشاء منصة لمراقبة التحويلات المالية في أحد الدول الجوار، وبالتالي نحن أمام متحولات جديدة في الاقتصاد العراقي سيكون صعبا في الأيام القادمة من خلال انهيارات أكثر للدينار العراقي وارتفاع المواد الغذائية. الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم.